إذن مشاهدينا الكرام، اجتماع بغداد للتعاون والشراكة بالأردن فيه الكثير من التفاصيل والكثير من الكلمات الخاصة بالرؤساء المشاركين في هذه القمة الذي هدفها إعادة إعمار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا أيضا. معنا من هناك موفد تلفزيون المصري أحمد عبد الصمد يطلعنا على مزيد من الأخبار. معك الكلمة أحمد، تفضل. نعم نهى، كما ذكرت كلمة قمة اقتصادية سياسية أمنية. هذه القمة التي يشارك فيها العديد من الدول، دول جوار العراق، ولكن دعيني أبدأ من حيث انتهى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، حيث أكد على أن مصر ستظل دائما داعمة وسندا للعراق وشعبها، هذا الشعب العريق، و وجه رسالة إلى الشعب العراقي بالاستمرار في استكمال مسيرة النمو والتنمية، مؤكدا أن تعددية الشعب العراقي، يعني ما هي إلا تعددية ممكن من خلالها حل أزمات كثيرة متواجدة في العراق. هذه الكلمة التي استهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة بأن التئام هذا الجمع للمرة الثانية يأتي الحفاظ على استقرار العراق ودعم دوره التاريخي، وأن انعقاد هذه القمة اليوم يحل اعتزاما على توفير كافة الجهود الداعمة للعراق على المستويين، سواء كان المستوى الجماعي للدول المشاركة في هذه القمة أو على المستوى الثنائي ما بين مصر والعراق. أيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على ملفات تمثل تحديات، ولا بد أن يتم العمل المشترك لحل هذه الملفات أو هذه التحديات، مثل الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن الإرهاب أثقل كاهل العراق، ومصر تثمن جهود العراق خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب وضحره، ولا بد من إعادة إعمار العراق في الوقت الحالي لتخفيف حدة يعني ما تعرض له العراق خلال السنوات الماضية، وتحقيق نقلة تنموية شاملة، وتوظيف كافة مقدرات الشعب العراقي. وأيضا كان في الكلمات الأخرى رسائل مماثلة للقادة والزعماء بضرورة أن يتم التئام لكل دول الجوار تحديدا، ونتحدث هنا عن تكامل اقتصادي ما بين دول الجوار والدول العربية تحديدا للتصدي للعديد من الملفات، مثل ملف سلاسل إمداد الطاقة تحديدا، وعدد من الملفات التي لابد من التكاتف فيما بين الدول بعضهم البعض لتحقيق تكامل فيها، سواء كان تكامل اقتصادي أو أيضا تكامل أمني. نتحدث عن ملف مثل ملف الصحة، ملف الزراعة، نتحدث أيضا عن الصناعة و التعليم والغاز والنفط بطبيعة الحال، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء العراقي أيضا في كلمته محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي عفوا. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أكد بأن مصر تسعى دائما للالتزام بمبادئ الخاصة بالاستقرار في إرساء دعائم السلم ومؤسسات الدولة تحديدا للحكم الرشيد وإعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وتجاوز مفاهيم التشدد، لأن الانقسام لا وجود له الآن في هذه المرحلة، وأن الوطن يعني يستطيع أن يستوعب جميع الدول المتقاسمة فيما بينهم في هذا الوطن تحديدا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على الالتزام بالعلاقات الثابتة في القانون الدولي، وفي مقدمة هذه المبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وربما هي الدبلوماسية المصرية التي تنتهجها سياسة مصر الخارجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وإن كان هناك حلول للدول التي بها
عدد من الأزمات والتحديات، لابد أن تكون هذه الحلول هي حلول خارجة من إرادة شعب هذه الدول تحديدا. فإذا تحدثنا عن الأزمة العراقية لابد أن يكون الحوار الوطني العراقي هو سيد الموقف فيها لإنهاء أي تحديات موجودة، ربما هي تحديات كما نعلم تتخطى أيضا حدود العراق الملتهبة. أيضا أكد الرئيس وأشار إلى آلية التعاون الثلاثي المتواجدة ما بين مصر والعراق والأردن، وأكد على عزمه على المضي قدما في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث كافة. ربما هذه كانت أبرز يعني ما شملته كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، قمة بغداد للشراكة والتنمية، وربما كانت أيضا قاسم مشترك فيما بين الكلمات الأخرى للزعماء والقادة. تحدث أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إنهاء الأزمات التي تؤرق كل دول المنطقة تحديدا، ودعم التكاتف الموجود، وأن فرنسا تدعم الحل في العراق، ولا بد أن يكون هناك عدم تدخل في شؤون العراق الداخلية، لأن التدخل في شؤون العراق الداخلية ينعكس بطبيعة الحال على باقي دول المنطقة. هذا أبرز ما لدينا الآن في هذه القمة المعلنة التي رفعت جلسة يعني وقائع عملها منذ قليل، ونحن الآن في استراحة ثم قمة أخرى ولكنها أو جلسة أخرى مغلقة، ثم بعد ذلك على جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في الأردن، لقاءات ثنائية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، وأيضا قمة ثلاثية تجمع ما بين القاهرة وبغداد وعمان، نظرا لاتفاقية التعاون المشترك أو مجلس أعمال التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية تحديدا مثل الربط الكهربائي التي قد تتطرق إليها هذه القمة. هذا هو أبرز ما لدي الآن. طيب أحمد، يعني هناك الكثير من الملفات العالقة في هذه القمة، ابتداء من النسخة الأولى في 2021 جاءت هذه القمة ربما لتبحث من خلال حوار دولي عربي إقليمي بمشاركة فرنسية في هذه الملفات العالقة كما ذكرت، وبالتالي أسألك عن طبيعة الأجواء وطبيعة الآمال المعقودة من خلال هذه القمة. بالتأكيد أنت في قلب الحدث ترصد ردود الأفعال، ترصد الآمال المعقودة على مخرجات هذه القمة، ماذا بشأن ذلك؟ نعم، إذا تحدثنا عن الأجواء هنا في البحر الميت حيث مقر انعقاد هذه القمة، قمة بغداد للتعاون والشراكة، فينظر إليها كل من هو معني بالأمر بأن هذه القمة هي قمة يعني بمثابة بارقة أمل لنزع فتيل الأزمات التي تؤرق العراق، والتأكيد على إعادة بناء العراق مرة أخرى، والتأكيد أيضا على مخرجات النسخة الأولى. فهذه القمة تعد امتداد للنسخة الأولى كما تحدثت التي كانت في بغداد أغسطس من العام الماضي تحديدا، والتي كان من أهم مخرجاتها التأكيد على سيادة العراق ودعم أمنه واستقراره. فهذه القمة تأتي مواصلة لهذه المخرجات، وهو ما أكد عليه ملك الأردن الملك عبد الله الثاني في كلمته التي قال فيها نصا: ينعقد هذا المؤتمر اليوم من أجل المصالح المشتركة لخدمة أمن العراق واستقراره، وفرصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر بغداد الأول وتعزيز أمن واستقرار العراق، إيمانا بحاجة المنطقة للاستقرار والسلم والتعاون الإفريقي أو الإقليمي عفوا، وأيضا معالجة قضايا الفقر والبطالة. وربما هذه القضايا التي تحدث عنها يعني بوضوح شديد رئيس الوزراء العراقي، وكانت من أهم الموضوعات التي تم التطرق أيضا في كلمات سواء كان ملك الأردن أو أيضا رئيس وزراء العراق، التغيرات المناخية التي تلقي بظلالها أيضا على
دول الجوار ليست العراق وحدها، ومشكلة البطالة وكانت أهم المشاكل التي أعلنها رئيس وزراء العراق هي مشكلة ندرة المياه التي تمثل تهديد وجودي للعراق. نعم أحمد، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كان معنا من الأردن حيث اجتماع بغداد للتعاون والشراكة موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد، شكرا جزيلا لك.